بسم الله والابن الروح القدس الله الواحد امين. كان القومس فلتاوس هو باكورة رهبنة نيافة الحبر الجليل المتنيح الانبا سوفيلوس. ولد الطفل كامل جرجس في مدينة الزقازيق بالشرقية سنة 1922، ثم انتقلت الأسرة إلى حي جزيرة بدران بالقاهرة، وخدم شماسا في كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بجزيرة بدران، ثم جاء إلى الدير وترهب سنة 1948 في شيخوخة أبونا فلتاوس. وهبه الله مواهب كثيرة مثل شفاء الأمراض والشفافية وحل المشاكل بالصلاة، لذلك أسموه شفيع المستحيلات. عاش بيننا القمص فلتاوس كراهب توحد ناسك صامت، وعاش في الرهبنة حوالي 62 سنة حتى تنيح سنة 2010 في 17 مارس. نقدم لكم فيلم عن حياة ومعجزات أبينا المتنيح القمص فلتاوس السرياني باسم نسر البرية، ونرجو أن يكون بركة للجميع وشكر. عايزنا اترمخ على التزوير والسمع اللي تحصل في الشركه؟ يعني لو اتكلمت في الموضوع ده تاني انا هقتلك. لا ده انا هتكلم وهتكلم وهعلي صوتي وهخلي اللي بيشتري يتفرج. خد انا رايح فين؟ يبقى انت كده بقى مش عايز تعيش تاني. بس ايه ده توفيق؟ ايه ده بس بسلم عليك. ايه ده مش كده توفيق؟ مش كده ايه تحت امرك يا نسمة مايوركي؟ انت كنت فين؟ ايه اللي كنت فين ده؟ اصلك انت بكالي كتير مش شفتكيش. مش وحشة انت مش عارفة غلاوتك عندي قد ايه تقالي. هو كده
انت برضه مصر تسيب البيت؟ حاجه من الاثنين، انا اعزل يا الجماعه اللي جريج اللي تحت دول يعزلوا، لكن احنا الاثنين مع بعض ما ينفعش. مايوركا؟ ربنا يهدي يا ابني. ثم ان الانجليز وافقوا خلاص على تعييني في سلاح البحريه. يعني من الاسبوع الجاي ابقى في عرض البحر لمده اسبوع، مش فارقه بقى اذا كنت هنا ولا مش هنا. انا كان املي من بعد ما دفعت لك البدليه في الجيش ان انت تقعد جنبي. لكن معلش. أرجوك يا أبويا باركني، أنا قلقان أوي من سفريتي. ربنا يبارك لك. تذاكر يا فندية. هات التذاكر. تذاكر يا فندية. هات التذاكر. تذاكر تذاكر تذاكر. هات التذاكر. هات التذاكر يا أستاذ. هات التذاكر يا أستاذ. تذاكر. هات التذاكر. يا أستاذ إيه؟ وصلت لحد فين؟ تذاكر. وفاة الست هلانة هو اللي خلاكوا سبتوا الزقازيق وجيتوا شبرا. أنا ليا مصالح هنا، وعشان أراعيها لازم أجي هنا كل شوية وأسيب العيال في البلد لوحديهم، وده طبعا بقى صعب دلوقتي بعد الله يرحمها ما راحت السنة. شبرا نورت يا ولاد، أهلا بيكم. أهلا بيك يا أبونا. البركة لينا يا أبونا. أنا اسمي جرجس بطرس زي اسمك تمام، وخادم لماري جرجس، وكنيسة ماري جرجس هتفرح بيكم قوي وهتبقى زي بيتكم تمام. صباح الخير. صباح النور. طب يلا روح انت دلوقتي يا صمويل ونبقى نكمل مذاكرتنا بعدين. الله، ايه يا عم، احنا لسه قدامنا مذاكرة كتيرة والامتحانات قربت. بعدين لكل امر تحت سنوات وقت. طب ماشي. سلام. سلام يا عزيز. سلام. يلا بينا يا عزيز. يلا بسم الله والابن والروح القدس. فلان وعن آم. تعيش وتصلي يا عزيز. أمين يا كم.
اجمل اللحظات الانسان بيعيشها مع ربنا. ايوه فعلا. بقول لك ايه، تشرب شاي معاه؟ شاي؟ اه اشرب شاي. طب قوم اعمل لنا بقى كوبايتين شاي عشان تعبان. يا مجدد جرجس، ولدك عزيز مش غلطان، ده جد دير يعني اختار السنة. لا غلط. ليه؟ وملوش كبير يشوره؟ يا سيدي ولدك عارف انك بتحبه ومش هتهمله يمشي في طريق الرهبنة. ادي قلتها بنفسك يا ابونا، مش هسيبه. ابوس ايدك ابويا، خليني اكمل طريقي. بخطري ولا غصب عني؟ بخطرك طبعا. انا مش موافق. يا مجد جرجس، همل ولدك، ما تحزنهوش، خليه يمشي في الطريق اللي اختاره. لا ابوس ايدك ابويا، انا خلاص اخترت اموت على العالم وعيش للمسيح. خلاص تعيش معايا في العالم وتموت في المسيح. يا ابني ده عقاب ربنا عشان انا استخسرت فيه. استخسرت فيه ليه؟ كنت سهوله. وانت هتاكل ايه يا عزيز؟ كل انت وانا هشبع. انا وفرت من مصروفي وجبت لك قلم يا عزيز. انت جايب درجات حلوه قوي. على فكره يا عزيز، انا بحبك انت وبابا وماما واخواتي قوي. يلا مش هنصلي سوا؟ انت حافظ كمان الايمان ولا حافظه؟ بس انا متباع بشطارتك انت. مش سعيد. سعيد مبارك. حبه فاكهه للعيال ولبس كمان. ربنا يفرح قلبك يا رب. يسعدني بيكوا ربنا. قلت لك مليون مرة أنا ما بحبش تعمل الحكاية دي أبدا. مش عاوز أتعبك. تعبك راح يا ستي. أنت مكانك مش هنا، تعالي هنا جنبي. ده أنت بتخدم البيت كله وصعبان عليك إن أنا أخدمك. وأنت مخليانا نعمل حاجة أبدا؟ ما أنت بتقومي بكل حاجة. سيبينا نخدمك ولو مرة واحدة نعمل حاجة تسعدك. الحمد لله على السلامة يا أبويا. أهلا 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 يا عيون أبوك. بص بقى، انا جبت لك حاجه مهمه جدا وجميله جدا، مكافاه ليك انت. هاتي يا هيلين، هاتي دي بقى يا سيدي، هديه نجاحك. ايه رايك يا سيدي في البدله دي؟ يا حلاوه يا بلاوه، دي اخر علاقه تعيش وتجيب. تعيش يا حبيبي. انا هروح افرجها لعزيز. عزيز ربنا يخليكم لبعض. عزيز عزيز، زيزو. ايه في حاجة يا كامل؟ اتفضل. ايه دي؟ دي بدلة جديدة بابا جابها لي. طب تدهني ليه؟ ما هو
انا عندي واحده تانية ومش محتاج دي، هو استخسر وخلاص. تاني يا كامل، وهتقول لبابا ايه؟ يا سيدي ما انا وانت واحد، تبقاش نمكي. هي مش عاجباك ولا ايه؟ لا بالعكس، دي حلوه قوي كده. يبقى وحياه غلاوتك عندي مرجع. يلا يلا قيسها ورينا هتبقى عامله عليك ازاي. الله 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 الله، ايه الحلاوه دي؟ بص شوف عليك ازاي. ايه يا كامل، هتفضل محبوس لامتى في سجن العالم ده؟ هتعيش لامتى نفسك ومش قادر، عايز ومش طايق؟ لامتى المركبه هتفضل متسلسله في بركه الوحل؟ امتى هتفرد شراعها وتتحرك بقى؟ يا رب نفسي افرد جناحاتي واطير لك. Yes, Kamel, come in. Yes, sir. Okay, Kamel. أنت هتكون مسؤول عن كل حسابات الكامب عشان أنت إنسان أمين. أيوة جناب الجنرال، بس معلش. Please don't talk. نفذ أوامر. حاضر، اللي تشوفه. يا كامل انت عارف ابوك اكتر مني، واظن ما لحقتش تنسى اللي حصل قبل كده. انا تعبت تعبت، لازم الاجازه دي ارجع ولا واخد قرار بقى. حسمتها خلاص يا كامل، انا مش هقول لك ارجع اللي في بالك، ولا هكون سبب في ان اعطلك، لان ربنا شايف اللي في قلبك وعارف اللي جواك. وتسابونا، انت اب احترافي مرشدي وعارف شو قلبي كويس. اسمع كلامي كويس وحط في ودانك، إن كان سهل عليك الاختيار، الأصعب إنك تعيش اختيارك. قولي بقى، أبونا مين المتوحد؟ قال لك إيه؟ يا كامل. أيوة سبحان. أبونا مين قال لك إيه؟ أبونا مين ما عرضنيش وقال لي أروح أقابل أنبا تأوفيلوس. لا يا الخير، اللي بقوله هو اللي حيمشي، اعطيله حاجته ونخلص. الله، مش كل يوم. سلام سيدنا. سلام يا ابني. كان ليا طلب عند نيافتك يا سيدنا. خير يا ابني؟ كنت عايز اترهبن. ترهبن عندنا في الدير؟ يا ابني ده البدله اللي انت لابسها يشرب منها العصفور. يعني سيدنا ده هيجي ايه جنب اللي كان فيه القديسين العظيمين ماكسيموس ودوماديوس؟ دول كانوا ولاد ملوك وبعد كده بقوا جبابره في الرهبنه. طيب انت تبيت عندنا النهارده، وبكره اللي يعمله ربنا يكون. يا فرج. نعم يا سيدنا. خد الاخ كامل. كامل يا سيدنا. كامل، خد الاخ كامل، خليه يبيت عندنا النهارده. شوف له حته يبات فيها لغايه الصبح، ولا اقول لك بيته في الاوضه اللي تحت. الاوضه اللي تحت يا سيدنا؟ ايوه الاوضه اللي تحت. يلا. بيقول لك الاوضه اللي تحت ايه؟ شكرا يا سيدنا. الف شكر، الف شكر. ايه مستغرب ليه؟ اتفضل. انت فاهم يا مخيل؟ سيدنا الانبا تأوفيلوس عصب شديد شويه، بس لما تقرب منه يعني يتهيألي ان هو هادي طيب، مش زي ما اتفضل اتفضل. وبعدين هو قال لك ودي له الاوضه اللي تحت، انت قعدت تماطل تاخد وتدي، ما تقول ودي له تودي له تحت، مش خسران حاجه يعني. اتفضل. استاذ كامل، استاذ كامل. ايوه استاذ فرج، انا جاي. اتفضل. بس يا اخ فرج، انا ما كانش قصدي ابدا اضايقك، انا كنت هي دي الاوضه اللي تحت. طيب انا متشكر قوي، تعبتك معايا، شكرا، كتر خيرك.
اخ فرج. هو انا معلش هو انا بقيت في الاوضه دي لوحدي؟ طب شكرا شكرا كتر خيرك شكرا تصبح على خير. يا اخ فرج. ازيك يا اخ فرج؟ ازيك يا اخ كامل؟ الحمد لله الحمد لله. تعالى سيدنا عايزك. حاضر. لا 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 انت بتعمل ايه؟ بهضب نفسي ما صحش يعني ادخل على سيدنا اصول وجاهه يعني. لا وجاهتي وبتاعي هو عايزك زي ما انت كده. يلا تعالى. معلش ثانيه مش ثانية. على مهلك يا راجل. ما صح يعني داخل على داخل على سيدنا. استنى يا اخ استنى يا اخ فرج. اتفضل اخي كامل اتفضل. سلام يا سيدنا. سلام. تاخد الجواب ده كامل وتطلع على الدير تقابل الربيطة هناك. قول له انا كنت بايت عند سيدنا في العزبوية وهو هيعمل اللازم. حاضر سيدنا حاضر سيدنا. كامل سابونا. نعمين نعمين يا ابي. ابوك مستنيك في المضيفة. عارف يا كامل لو ابوك سمع الكلام ده هيعمل ايه؟ ايوه سابونا عارف بس مش بايدي. محبة ربنا مالي قلبي. ايوه يا كامل بس ده ابوك وانت ادرى مني بيه. عارف يا سابونا ساعات كتير بحس ان انا بصراحة كده ماليش مكان هنا. كلنا مش من هنا يا كامل. بص رجليك فيها جدر مادد للارض فيهاش يا ابني. بس ابونا كل هدف في الحياة بيبقى له طريق.
وانا حاسس ان حاسس ان الرهبان هي طريق للسماء. كلنا اولاد السماء يا كامل، الكل مدعو، بس هي كلها طرق. اسمع يا كامل، احنا لما نقابل ابونا من المتوحد هيقول لنا نعمل ايه، وربنا يعمل لي في الخير. ها اضحك اضحك بقى، ما تكضمش، تعال يلا تعال. الكتاب المقدس يا أحبائي بيقول: انظروا لنهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. بس مش معنى كده يا أولادي إن احنا ناخد سير القديسين بكل تفاصيلها عشان نمجدهم وبس. لا لا يا حبيب أبوك، أبوكم عاوزكم تكونوا دايما قديسين. انتوا يا شباب غاليين قوي على رب المجد يسوع المسيح، عايز كل واحد فيكم يبقى قديس ويتمثل بالقديسين. شوفوا يا حبايبي، الطبق ده فيه ورق، وكل ورقة فيها آية من الكتاب المقدس. عاوز كل واحد فيكم ياخد ورقة ويقراها ويحفظها في قلبه مش بلسانه بس. اتفضل يا قدس ابونا. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أنت مبروك يا ولا. يا عاوز تعالى يا مش جاي ياخدك من الدير. قبل كده خدت عزيز اخوك الموت خده مني، سامحني يا ابني. سامحني انت يا ابوي، انا بعد فراق عزيز ما قدرش استنى اكتر من كده. بصراحة انا ما اعرفش مين فينا اللي فكر في الرهبانة قبل التاني، بس اللي انا متأكد منه ان طول الوقت كان في صوت بيعلى جوايا مش قادر اسكته، صوت ربنا. الله 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 على الكلام الحلو اللي انا بسمعه. اهو الكلام ده يدل على ان كامل وعزيز الله ينيح روحه من صلب راجل طيب بار يعرف ربنا كويس. يلا يلا يا مقدس، اعطي كامل البركة من قلبك وانت مبسوط، وانت مبسوط. يلا مبارك يا كامل. بجد يا ابوي بجد. شك ولك عليا يا سيدي، كل عيد تيجي تصلي القداس هنا في الدير، وعاوز تيجي زيارة في أي وقت تعال مرحب بيك.
اسمع يا ابني، قدام ربنا ومذبحه تمشي كويس في صلواتك ومطنياتك والسهر وصلواتك يا ابني، وتعيش بمحبة في وسط اخواتك وما تتكبرش عليهم. سامع يا ابني؟ أكسيوس يا أبهات. هتبات في الكنيسة لأن بكرة رسمتك. يلا يا أبهات. تعالى يا ابني، تعالى قرب. أنا سميتك على اسم أبونا القمص فلتقوس الكبير علشان تاخد بركته. الله يبارك في نفسك يا سيدنا. وكمان هتسكن في القلاية بتاعته. كمان قلايته دي العز ده كله. كده تبقى بركة أبونا فلتقوس محوطاك من كل ناحية. وخلي بالك، اللي فات من عمرك كله كوم، واللي جاي كوم تاني. انت من النهارده خليقة جديدة. فاهم يا ابني؟ حلو قوي.
وفي احلى منه. في عزيز، هو انت ممكن تزعل لو انا سبتكم؟ سيبنا؟ سيبنا يعني ايه؟ بتقول ايه؟ سيبنا تروح فين يا عزيز؟ اصل انا عايز اتراب بجد؟ الف مبروك، الف مبروك، ده شيء رائع، ده خبر عظيم، الف مبروك. تفتكر ابوك هيوافق؟ لا ده يا رب قلبي من سواك عالم بحاله، انا سبت كل الدنيا والعالم بحاله، وجيت عشان أسكن معاك جوه المكان اللي بحن إليه وروحي مرتاحاله. هو الحصن ده هيفضل متساب لحد امتى؟ هو الدير مش هيستغله في اي حاجه؟ هيستغله في ايه؟ ده مكان مهجور وصعب وحروب الشياطين كتير فيه قوي ومحدش هيقدر. ايه ده؟ ده ابونا فلتاوس. الظاهر انه ابتدى يزهق. هو لحق؟ بينا على ابونا عبد الملاك. يلا غابي يا ابونا بمال. غابي يا ابائي. بقول لك ايه يا ابونا، ابونا فلتاوس كان محتاج افتقاد منك. ليه يا ابني؟ خير؟ حصل حاجه؟ الظاهر ابنك ابتدى يفلس. يفلس؟ عارف يا ابونا الطير وهو مسافر بتبقى عينه متعلقه على ايه؟ هدف واحد بس، الوطن اللي هيسكن فيه. ايوه. ومهما شاف تحت رجليه على الارض اكل او راحه مش ممكن يغير مساره ابدا. عارف ليه؟ ايوه ليه يا ابويا عبد الملك؟ قول عرفه. لانه مش باصص على لقمه ولا على راحه، هو عارف انه المكان اللي رايحه فيه كل ده واكتر، هيلاقي عيش، بيت يطمئن ويرتاح فيه. شايف يا ولدي الناحية دي القاهرة، الناحية دي اسكندرية، قول لي تحب تروح انهي فيهم؟ انا مش عايز اروح هنا ولا هنا، انا مصدقت ان انا جيت الدير. خليني ابويا انا اخطب، مش هعمل كده تاني، مش همشي على السور، ولو حد من الاباء اشتكى لك مني بعد كده بقطع من لحم حتت، بس ما تخليش اخرج من الدير، انا مصدقت ان انت ما تخرجنيش عشان خاطر الست العذراء، ما تكرشنيش من الدين عشان خاطر الست العذراء، مش عايز ارجع العالم، مش عايز ارجع العالم. ازاي يعني الصلاة تبقى بلا انقطاع؟ وازاي في حد يقول حاضر ويصلى وطاع؟ مش راجع البر نادي نعمتك لينا، ما انت قدرتنا علي غير مستطاع. محتاج لنعمة وسندة جامدة يا الله، خليني أقول في يوم أما أنا فصلا، اديني أعيش وياك وأعيش.
احب القعده معاك، اديني اعيش وياك، واحب القعده معاك، وقبل اي حاجه اديني الرضا، وقبل اي حاجه اديني الرضا. اغاب يا سيدنا. اغاب يا طب الايه؟ خير يا سيدنا، نفسك بعت لي. خير، اقعد يا ابني. عاوز اصل العيد عدى وما شفتش ابوك يعني حضر معانا القداس. سالت عليه عرفت انه تعبان، ما تنزل تشوفه وتقعد معاه يومين. بابويا كان حاضر معايا القداس يا سيدنا وعيد عليا. اما اذا كان قصدي يفتك يعني على عم جرجس، فانا افضل ان احنا نتقابل في السما احسن. يلا تشوفه. في حاجه؟ كان ليا طلب عند نيافتك وغرضي ما تردنيش. قول يا ابني عاوز ايه؟ كنت عايز اسكن في القصر القديم. في الحصن؟ ايوه، دي منية حياتي يا سيدنا. بس الحصن ده مكسر، شبابيكه واقعه والبيبان مكسره وما فيهوش حد خالص. وماله يا سيدنا؟ ما هو ربنا بيخرج من الاكل اكل اللي جه في حلاوه. ارجوك يا سيدنا اصنع معي رحمه وافي. ابا اعترافك رايه ايه؟ ابونا عمالك سالته وموافق. روح خلاص انا موافق. روح كتر روح. Ha ha ha!
ابونا فلتوس. مالك مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ في ايه يا ابونا؟ اهدى 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 يابا اهدى يابا اهدى اهدى. قوم يابا قوم قوم. خلاص خلاص يا ادم خلص اهو يا ابونا فلتوس. الف سلام عليك بالشفاء. قول لي بقى يابا، ها مين اللي عمل فيك كده؟ شياطين يا ابونا شياطين. الشياطين ايه يا ابونا؟ دول كلاب. البعض كلاب يا ابونا، البعض كلاب. بقول لك ايه، انت شكلك قطرت في المطانيات وتعبتهم يا ابونا فلتوس. انت بتقول كلام من جيبك؟ دي مش مطانيات تقوى، دي مطانيات ساقعه بعيد عنك. الحصن فوق رصاص. بقول لك ايه، هات كوبايه ميه اصلي لك عشان نمشيهم لاذوك. حاضر يا ابونا حاضر. خد الميه يا ابونا اتفضل. بس صلي يا ابونا كتير، صلي كتير وما تنساش في الجميع يا ابويا. عليك بايه ده كله؟ ما تيجي تسكن وسطينا واسيب مكاني. ده بيت يا ابونا، ده بيت، هم الاغراب هم اللي يمشوا. سلام يا ابونا. سلام والنعمه يا ابونا. خلي بقى الزلطة دي في بقك علشان تتعلم فضيلة الصمت، وزي ما قال سليمان، هدوء اللسان شجرة حياة، وعوجاجه سحر في الروح. طلائع على فين يا ابونا؟ اسم رب المجد يسوع. انت مين؟ فلتقوس يا ابي. فلتقوس رايح فين؟ كنت جعان فقلت يعني ادور الحاجه كلها. انت مش عارف مكان الخبز والملح فين؟ يا ابي طبعا عارف، في الطابونه. خلاص روح كل منهم وهدي سرك. حاضر يا ابي حاضر. مفيش احلى من انك تاكل الفتات الساقطه من مائده اخواتك، كلها بركة. لو انت فاكر سكة القداسة سهلة، ده عالم الروح مليان أسرار، طريق طويل مشي فيه قبل قديسين ياما، نفسي أمشي فيه وأوصل للمنتهى. عارف يا رب إني عوالة ومليش لازمة، ولا قبلية ولا بعدية عمل بلوية، ولا أنا قد حروب البرية، إنما طمعان في رحمتك وقوتك اللي تقدر تعمل من الفسيخ شربات. جاي ومتك. مالك مالك يا ابويا فلتقوس؟ سلامتك. سلام يا ابونا. سلام ونعم يا ابي. رايح فين يا ابونا؟ انا
سايح في محبة المسيح. طب تعالى معايا. على فين يا أبي إن شاء الله؟ هناخد بركة الآباء السواح. تفضل يا أبي. أغابي يا أبونا تفضل. أغابي تفضل. تفضل أبونا. أغابي أبونا السايح. أغابي تفضل. تفضل. تفضل يا أباتي. كل كل يا أباتي تفضل. معلش يا أستاذ أبونا حللني مش قادر ما ينفعش. ليه يا أباتي؟ يعز علي رفض لك طلب. طب أنا هاكل بس بشرط. تفضل. أتشرف وأعرف اسم قدسك. عبد السلوس من الهبشة. أيوة أبو عبد السلوس الحبشي. سلام الرب عليك أبو عبد السلوس الحبشي. بارك أبي. مبروك أباتي. بونا مينا متوحد ديتو بطرك. قصدك البابا كرولوس ده راجل قديس عظيم. كنيسة هتشوف على ايده أيام حلوة كتير. يلا أباتي روح بسرعة. روح يعني روح ديري؟ روح ديرك. ايه صح أنا لازم أروح ديري. مش معقول هقعد هنا على طول يعني. أما أنا عايز أروح ديري. أنا عايز بس بص قدسك بص العتمة دي أنا هروح ازاي دلوقتي؟ بقول لك انا ممكن اقعد هنا يومين ثلاثه كده معاكم. لا اباتي مش ينفع تفضل هنا. هي صح مش ينفع ان انا افضل هنا طبعا. هقعد فين وسط الاباء السواح؟ طيب ما انا عايز اروح. انا وسابونا عايز اروح. انت فكرك اللي فيه راهب يستحمل يبعد عن ديره كام يوم؟ انا امشي ازاي؟ انا خايف اتوه في البريه الواسعه ديت. طب بقول له قدسك ايه؟ انا ممكن ابيت عندك لغايه الصبح اهو النهار له عنين والمره خد بركتكم يعني. مش تخاف من اي حاجه. قوه رب مجدي يسوع مسيح توصلك لهاد ديرك بالسلامه. المعروف السياحة في البرية دي مش حاجة سهلة عشان أوافق. لا لا يا ابني. لا سيدنا ما هو سيدنا يسوع المسيح مش هيسيبني والست العذراء هتسندني. أمال ليه؟ روح شوف البابا كرولوس كان عاوزك ليه. أصله كلمني وقال لي بعتهولي. روح روح. اسمع يا أبونا فلتاوس. تحت أمرك يا سيدنا. أنا عاوزك تيجي تخدم معانا في دير مرمينة وتعمر هناك. أنا أروح مرمينة يا سيدنا؟ ايوه حبيب ابوك. ايوه سيدنا بس انا راهب غلبان وكحيان وما تعلمتش حاجه خالص اعرف اعملها. يعني ايدك مني والارض. بس انا عايز. كلنا بنعوز يا ابونا لكن الهنا ليه كل المجد ليه تدابيره الخاصه. ولا انت عاوز تغير خطه الله في حياتك؟ اسمع الكلام يا ابونا فلتاوس. على ابن الطاعه تحل البركه. حاضر سيدنا. شوف قدستك حللنا يا سيد. الله يحلك يا ابني. امضي بسلامة. ايه يا ابونا في ايه؟ الحمار فلت من العربية وهتك يا رمح. هو عملها في جوجي تلاقي تعب بالشغل قال يروح يفك عن نفسه شويه. انت بتهزر يا ابويا فلتاوس. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب ميه ازاي للدير؟ سيب موضوع الميه ده عليا. هتعمل ايه يا ابونا؟
حطش في بالك انت فكره انا هتصرف. يلا شوف مصالحك. ماشي. يلا انت بقى يا اخويا جر عربية سيدك. انت بديك الساعة لما تبقى حمار مرمينا. زوج حمول بجرجرها وقع تحتيها تكسرني وما بقدرش اكسرها جايب لك نفسي حررها على ضعفاتي قدرني وكل عاداتي غيرها زوج حمول بجرجرها وقع تحتيها وما بقدرش أكسرها جايب لك نفسي حررها على ضعفاتي قدرني وكل عاداتي غيرها زي النسر علّيني وخلي الدنيا مش فارقة ما عنديش مانع اكسرها وزي النسر عليني وخلي الدنيا دفع عيني ولا حاجة وصغرها هدفي اكسبك انت ما عنديش مانع اخسرها وزي النسر عليني وخلي الدنيا دفع عيني ولا حاجة وصغرها ده هدفي اكسبك انت وتملي مش شبعان العالم يبني ويزرع وتملي مش شبعان همومي. ابونا فلتوس مش انا شفت مرمينا في رؤيا امبارح؟ يا سيدي زارتك النعمه. لا ده ما جاش عشاني، ده جه عشانك انت. عشان انا؟ ايوه مرمينا بيقول لك هو عمره ما هينسالك انك حطيت نفسك مكان الحمار علشان لكن انا مش من هنا هنا عالم فاني لكن انا مش من هنا هنا عالم فاني لما الولد يا ابوي سلام يا ابو العدل يا ابوي
حاج بسيط ايدي حاج ايدي ازيك يا ابونا فلتاوس؟ خد فل تلاقيك جعان وسلم لي على البابا كرولوس وخليه يصلي لك. سلامتك يا حبيب ابوك. الله يسلمك يا سيدنا. ما تخافش يا ابونا فلتاوس، هو كده عدو الخير بيتوجع من رجال الله. ما تستغربش يا ابونا، ما هو مش انا وانت بس رجال الله، كل اللي بيؤمن بالمسيح رجال الله. يلا يا حبيب ابوك حرك ايديك. بعد الشر عنك يا سيدنا، اصل انا ايدي. حرك ايديك يا ابونا فلتاوس. حاضر يا سيدنا، على كلمتك ألقي الشبكة. أنا مش حاسب أي قلب يا سيدنا، مش حاسب لك، لا خف يا سيدنا. أشكرك إزاي يا سيدنا؟ كتر خير، كتر خير يا سيدنا، كتر ألف خير. ماري مينا ما بينساش أي حد بيتعب علشانه يا أبونا فلتاوس. يا سيدنا محدش يطول عشرة ماري مينا، بس القلب ما يريد. عاوز تقول ايه يا ابونا؟ انا نفسي ارجع بيتي يا سيدنا، ديري وحشني قوي. طيب خلاص الله يحلك، ارجع لديرك وانا هبقى ازورك باستمرار واطمن عليك، دايما هكون معاك يا ابونا فلتاوس. سلام الرب يكون معاك. يا حنيت قلبك يا سيدنا، يا حنيت قلبك يا سيد، يا حنيت قلبك يا ربنا. دي محمل ايدك يا سيدنا على كرسي مرمرمس، سنين عديده وازمنه سالمه مدينه، كتر خيرك يا سيدنا، حللنا يا سيدنا. امضي بسلام يا ابونا فلتاوس، امضي بسلام. يا ابونا فلتاوس. ايه الله، هي القلاه مش عاجباك ولا ايه يا ابونا؟ لا ازاي، ما احلى خيامك يا صهيون ومساكنك يا اسرائيل، حلوه خالص. بس ايدك معايا. بتقلع الزرع ليه يا ابونا بس؟ ابو مرقه ليه؟ أيوه. لو شفت الشجر قرب من جحرك يبقى دي بدايه الخراب. قلع يا اخو قلع. ما
ايه اباتي مش روح دير؟ هروح ايه بس يا عم سيح؟ ده انا باني تهت في الصحراء دي. خلاص نام هنا اباتي. انام فين؟ نام هنا اباتي. تعالي تعالي يا اباتي معايا. تعالي تعالي ما تخافيش. تعالي تعالي يا اباتي. تعالي قوم هنا اباتي. هنا اباتي. تعمل ايه يا ابو عبد المسيح؟ لحظة واحدة اباتي، لحظة واحدة، لحظة واحدة. بسم الله وولد ومنفس قدوس احد واملاك امين. شوفي يا اباتي انت نامي هنا في جورة دي ومش يخاف. ماشي يا ابو عبد المسيح حاضر. طب انا جعان ما معكش حاجة اكلها؟ جعان اباتي؟ لا لحظة واحدة اباتي، لحظة واحدة. خدي خدي يا اباتي، خدي كل اللي معايا، كلي كلي يا اباتي. بصلايه وملح؟ ايوه يا اباتي. بارك يا ابونا عبد الزيح. كلي بارك اباتي، كل ونام نام. سلام يا اباتي. سلام سلام يا سلام يا ابونا عبد الزيح. سلام سلام أباتي. سلام سلامة اضطجع ايضا لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. شكرا ليك يا رب يا من أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. شكرا يا أبونا عبد المسيح متشكرين على تعبك معانا. زعلان منه واخد على خاطري كده تسيبني وتسافر على السماء. طب انا لما احتاجك اروح لمين؟ ما تخافش ما تخافش يا حبيب ابوك انا معاك. لا ما انتش معايا. جيت الحق بقى انت مش معايا. انت خلاص نفدت من جلدك ورحت السما وبعدت عن تعب العالم وشهواته وسبتني انا في الوحلة دي. اوعدك يا فلتقوس اني هكون معاك دايما مش هسيبك. من اما تعوزني هتلاقيني معاك دايما يا سيدنا. خلاص دلوقتي في حضن الاب السماوي، يعني المكان اللي هرب منه الحزن والبكاء والتدهور. هتفتكرني بتاع ايه؟ أنا وأنت في حضنه يا فلتقوس يا ابني، هنا وهناك. أتوحشني يا سيد، أتوحشني. بس أنا في قلبي كلام ياما محتاج أحكيه لك. احكي يا ابونا فلتقوس، احكي.
ساكت ليه؟ قول. اكفي النظر ليك يا ابي، اكفي النظر ليك. تعرف يا فلتقوس يا ابني ايه الفرق بين الارض والسماء؟ ايه سيد ايه؟ اقول لك، في السماء انت بتشوف قديسين الارض، وعلى الارض بتشوف قديسين السماء. يعني على الارض وفي قلبك تملي عمران بنعمة رب المجد يسوع المسيح. سلام سلام يا فلتاوس يا ابني، سلام 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 ونعم ورحمة، سلام ونعم ورحمة يا سيدنا. الدير قطع ليه؟ وتشوف اخواتك الرهبان يكونوا عايزين يا سيدة. حد. يا سيدة خير يا ابني؟ ايه يا سيدة على فين العزم ان شاء الله؟ انا رايح لغير دير مريمينة وراجع. طب كويس، اجي معاك بقى يا سيدنا عشان اخد بركة مريمينة وجسد حبيب البابا كرولس. هو احنا كلنا هنسيب الدير يا ابونا ولا ايه؟ انا مسافت السكة وراجع كده. طيب حللنا انا بقى يا سيدنا. الله يحلك يا ابني. خد بالك منه، ترجع بالسلامة يا سيدة. يا يسوع لك المجد والقوة إلى الأبد آمين. الحمد لله على السلامة يا سيدنا، ما عوقتوش يعني؟ إيه ده؟ أنت جيت إزاي يا أبونا؟ مالكش دعوة، ما تسألش. يلا يلا قدامي. كان راجل عظيم البابا كرولوس. مال يا سيدنا مال؟ مش هتيجي معانا يا ابونا؟ لا، هو هيرجع زي ما جه. اركب. ليه بس يا سيدنا؟ ما اجي معاكوا احسن يا ابني. هترجع زي ما جه. اقفل الباب، اقفل. طيب حلل لي بقى يا سيدنا. الله يحلك يا ابني، اطلع. توصل بالسلامه يا سيدنا، توصل بالسلامه. حلو قوي. حاجه اخر فخامه، بس مفيش احسن من ربنا، ولا احلى منه، ولا اجمل منه. وحاشا ليه ان افتخر الا بصليب ربنا وخلصنا، ربنا يسوع المسيح. مفيش احلى منك يا رب. نعمل واحده ثانيه احلى من اللي فات. يا منور يا ام نور. ايه ده يا ابونا ده؟ انت باين عليك تعبان. لا يا اخويا، لا تعبان ولا حاجه. انا زي القرد ده صلبطه. انا بصلبط عليكم يا اخويا، انما ده ياما دقت على الراس طبول. لا يا ابونا، دي مساله ما يتشككش عليها. يا ابونا يا ابونا،
يا منور. أنا قلقان يا دكتور، طمني. سمعتك يا دكتور في الأمل مقطوع، من فضلك اشفي نفسك وانا يشفيني يسوع. لا لا اطمني يا عم، اشفي طعم بسيطة وان شاء الله هيخرج من العملية وينور الدير. يا اخويا الدير منور بالست العذراء، مش مستنين انا يا اخويا عشان يا سلام يا رب عليكم، سلام يا رب عليكم، سلام يا رب عليكم. بس يا منور صحش كده يا زيش، اي صح راجل كبير يا اخويا، راجل كبير وبعمل عملية. بقولك يا اخويا شغلنا الماتش. ماتش ايه يا ابونا؟ انت بقيت حاجة حلوة، عايز اكل حاجة حلوة. تقوم بالسلامة هجيب لك اللي انت عايزه. سلام يا ابونا. سلام ونعمة، خير يا بنتي؟ انا عايز ابونا يصلي لبنتي. ايوه يا ماما، بس ده لسه عامل عملية وتعبان. ايه يا اخويا مسيبها، طب دي حاجه بجيبك اخويا سيبها. ايه يا اختي مالها بنتك؟ عندها شلل اطفال يا ابونا، وانا عندي ايمان انها ممكن تشفى. بنتك اسمها ايه؟ اسمها روجي يا ابونا. روجي، هاتي روجي قعدي هنا. حاضر. قعدي لي يا اخويا، قعدي لي بالراحه يا اخويا بالراحه، انت بتشيل شوال بالراحه يا اخويا. اهي يا ابونا. يلا يا اختي خليها تنزل، ها سيبيها انت هي تنزل لوحديها. يلا يا اختي حبيبتي. يلا يا اختي، يلا يا اخويا روح شوف الدكتور يا اخويا. سيب لي رمي لي رمي الكلام كده، ادي له فلوس عشان يهتم بيا. يلا يا اخويا، يلا يا اختي، يلا يا اختي خدي بنتي اتكلي على الله. يلا يا اختي، يلا يلا يا اختي، يلا 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 يلا. انا راجل كبير وعيان تعبان عايز هوا اتنفس يا اختي. الناس فاكرة ان انا بتاع ربنا وبعمل معجزات، لكن انت بس يا رب انت اللي عارف اللي جوه القلب. سامحني سامحني يا رب. ايه ايه يا اخويا، الواحد لما بيبعد عن ديره بيبقى عامل زي السمكة اللي طالعة من المية. تعبينك يا دكتور، تعبناك. لا احنا بناخد بركه يا ابونا. ايه يا اخويا بناخد بركه بس من مشوارينك من مصر للدير ومن الدير لمصر. تعبتك يا اخويا تعبتك. لا تعبك راحه يا ابونا. راحت ايه؟ اذا كنت انا تعبت انت بتقول اي كلام من جيبك خلاص. طب يا ابونا ما دمت تعبت ايه رايك قدسك تريح شويه وعلى ما نوصل الدير هتبقى كويس خالص. خليه صح احسن عشان اونسك. لا لا ارتاح قدسك يا ابونا، انا صح. يا اخويا احسن تنام. لا ما تقلقش يا ابونا ارتاح قدسك ارتاح. طب خلي عينك على الطريق، خليك بص على الاسفلت. حاضر 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 يا ابونا اهو اهو. انا بعت لك عشان عاوزك تجهز نفسك عشان تسافر تخدم في العزبويه في مصر. انزل العزبويه واسيب دير يا سيدنا؟ مين قال يا ابني انك هتسيب الدير؟ انت هتخدم هناك شويه وهنا شويه، هناك بيت العذراء وهنا بيت العذراء. لا حللني يا سيدنا حللني، انا ما ينفعش اسيب قلايتي. ما ينفعش ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش. انا اخترتك خلاص، وبعدين انا عارف انت قد ايه بتحب الدير، بس لازم تروح. انت تعبان يا ابني وهناك هتتعالج. لا يا سيدنا انا بتعالج هنا كويس وبتحسن. لا هتتعالج هناك كويس، انا اخترتك. يلا جهز نفسك. اللي تشوفه يا سيدنا اللي تشوفه. كانوا اتنين اخوات، والاتنين دول كان ليهم اب ملك، مش اب عادي، كان قيصر روما،
بس كان راجل صالح بيحب ربنا، رباهم تربية مسيحية محترمة، طلعهم بيحبوا المسيح والعشرة مع المسيح. ومرة كانوا هم في زيارة لمدينة اسمها ايه نقية، وفي مدينة نقية ديت قابلوا راهب هناك راجل تقي بتاع ربنا اسمه أبونا حنة. أبونا حنة ده حببهم في الرهبنة وفي حياة البراري والخلوة مع رب المجد. المهم الموضوع كبر في دماغه فقالوا احنا عايزين نترهب، لكن ايه أبونا حنة خاف. قال واخدين بالكم خاف ليه؟ لأن أبوهم ملك. قال لك الملك ده ممكن لو أنا رسمت ولاده وخليتهم رهبان عايشين جنبي هنا يجي في لحظة وروح مطير راسي، لكن محبش يحرمهم من شق قلبهم. راح بعتهم لواحد اسمه الأنبا أغابيوس الترسوسي. فين؟ في سوريا. الأنبا أغابيوس دوت كان راجل قديس متوحد ما بيخافش من حد، ما بيخافش لا ملك ولا غير ملك، ما كانش بيخاف غير من ربنا. إن كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. فقال أنا هرسمهم رهب ورسمهم رهبان ولبسهم الإسكيم ولا همه. وبعد شوية قبل نياحة الأنبا أغابيوس ظهر له القديس العظيم مقاريوس. لما ظهر له القديس مقاريوس قال له بعتهم لي على مصر يلزموني، دول ولادي يتربوا عندي يتربوا عندي في برية مصر ويعيشوا ويدوقوا حلاوة العشرة مع المسيح في براري مصر المقدسة اللي رب المجد ايه وطأها بقدميه. حلو الكلام. فجم فعلا على مصر وعاشوا حياة الرهبانة الحقيقية هنا في مصر، واخدين بالكم يا شعب العزبوية. وربنا اداهم مجد عظيم واداهم مواهب جبارة، نسيوا خالص بقى حياة الملوك والقصور وابتدوا يعيشوا حياة التقشف والزهد والفقر الاختياري. وبقى عندنا اتنين من القديسين العظام اللي بنتشفع بيهم اللي هما القديسين ماكسيموس ودوماديوس، ودول حبايب مننا. ايوه ربنا ما يحرمنا من شفاعتهم. يا رب يسوع يا رب المجد. حاضر يا خبر ابيض، ده العجله نايمه خالص على الارض. ايوه معلش هات لي السمن وركبه. يا ابونا المفروض ان الكاوتش كويس، انا مش عارف ازاي حصل كده، ده كان حد غرس المسمار ده في الكاوتش. ايوه هو فعلا في حد غرس المسمار ده في الكاوتش وانا عارفه. معلش ربنا يعوض عليك. هات لي السمن وركبه انت، وشيل لك كاوتشه جديده بس تبقى مستورده وحلوه كده. ها حاضر يا ابونا حاضر. اما بقى بخصوص اللي عمل كده فانا ليا صرفه تانيه معاه. بس يا دكتور بس نزلين. بس يا خال بس عايز ايه يا خال؟ عايز ايه يا خال؟ عايز ايه؟ راجل كبير يا خال، تعور لي ايه يا خال؟ تعور لي ايه يا خال؟ تعور لي ايه يا خال؟ بس يا خال بس يا خال بس بس ايه؟ بص لي كده ليه؟ جيت جنبك؟ ولا انت حاسبه وصلتك؟ ايه؟ كنت بتحرجم عشان تقلب العربيه بيا انا والدكتور؟ ليه؟ مش عايز اوصل ليه؟ كذب مش انا تفرون اللي في الشارع على عيادة واللي كان هيقلب العربية. اسكت بس افكر يا كذاب افكر كذاب هذا بس عشان المسكينة اللي انت فيها دي. لا تعالي يا اخت امي تعالي يا اخت امي. ايه ايه يا اخوات تعالي تعالي يا اخت تعالي 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 حاجه حلوه تعالي ازيك خدي
طلع خالص، طلع وسع خالص، وسع خالص، وسع خالص، وسع خالص، وسع خالص. ايه بدل ما تقعد تتفرج كده، راح هات لي جلابيتين وشبشب. انا رايح غلبان يا اخويا، رايح غلبان. بطل والنجم يا اخويا، بطل والنجم. يلا يا اخويا بسرعه. من انا يا ابونا. كان مالك يا ابونا؟ ايه اللي حصل خلى قدسك توقف القداس فجاه كده؟ انا قلقت على قدسك. عايز تعرف يا اخويا؟ طبعا. اصل انا لسه بصلي المجمع وبقول تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين. ولي لك ايه؟ وبالاكثر القديس الممنوء ذا مجدا. العذراء كل حين ولدت لنا القديسة الطائرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق، والقديس الصغر والضعيف الشباب الرب الحاضر. كانت حاجة بارعة، بعض حاجة تخلي الواحد يشعر بحالة من الوجل، الخوف المقدس. عوش يا منور، عوش. واخد بالك؟ تعيش وتصلي يا ابونا، خدنا بركة. تعيش يا اخويا، احنا اللي خدنا البركة دي. استنى حالك، استنى يا اخويا. تعالى معايا. انت مكانك مش هنا. انت مالكش مكان هنا اصلا. حتى جنونك الروحي مش عارف تلتزم بيه. ان التزمت ما بتضيفش جديد. اقول لك لم حالك وروح بيتك. خدي ابونا جايبها لي لحمه حمراء عشان سناني، فاكر ان انا اللي هاكلها، لكن ده نصيبك انت يا مبروكه. كلي كلي بالهنا والشفا. يلا اهدمي كويس. يلا يا اختي انت حالك نساير. اتفضل يا ابونا، ادي الجلابيتين والشبشب اللي انت طلبتهم مني. جلابيتين وشبشب يا اخويا، انا عندي كتير جوه في العلاج، روح اديهم لابونا بتياس، هو محتاجهم. انا عندي كتير. انت على طول كده يا ابويا تعمل فيا كده؟ نفسي تطلب حاجه لنفسك. يا اخويا انا غني واحب ولادي تدلع، وبعدين انا طلبت وانت جبت. اقول لك يعني مش عايزه؟ طب خلاص يا اخويا خد حاجه. لا 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 خلاص 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 يا ابونا، خلاص يا ابونا. طب انت عايز مني ايه المره الجايه؟ انا ده الكلام. انت عايز ايه؟ مش تقولي مش عارف ايه. اذا كان انا عايز ايه بقى، فممكن تجيب لي كليم افرش في القلايه جوه، بس يبقى كليم حلو. ها كليم؟ طب وهتدين انهي راهب؟ هتقطمني يا اخويا ليه؟ هتقطمني؟ خلاص بقول لك ايه، الله غالي مش عايزين منك حاجه. يلا يا اخويا يلا. لا 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 خلاص خلاص يا ابونا. وليه؟ هجيب لك المره الجايه اللي انت عايزه. سلام يا ابونا. سلام يا ابونا. سلام يا اخويا. سلام يا ابونا. تمام. خد بالك من الطريق. خد بالك من ربنا يستر طريقك. سلام سلام ابونا. سلام يا اخويا. سلام ابونا. جبت القدسك قربانا من الحمل من قداس الصبح. لسه فاكر يا بقى لي السنه دي الليل؟ على كل كتر خيرك. امبارح مسكتني حمى، تعبت قوي لدرجه حسيت اني مش هعرف اصحى اصلي القداس. طب يا اخويا مش الست العذراء جت وشافتك؟
مش قدسك كنت معاها برضو؟ انا كنت معاها. ايه تصلي ما زميلك على مين يا داود؟ ايه يا اخويا انا غلبان، انا مالي بالكلام العليوي دوت. طب يا اخويا مش انت صحتك بقت كويسه؟ تعيش وصلي يا اخويا، تعيش وصلي. هو ده الصح، ترجع بيتك وكنيستك وتخدم وتسيب مكانك بقى في الدير لحد يستحقه. استنى يا اخويا، استنى يا اخويا، رايح فين؟ قطعت نفسي بجري وراه. ايه رايح فين يا اخويا؟ حللني يا ابونا فلتقوسني. انت ايه يا اخويا؟ انت جيت الدير خلاص وبقيت واحد من ولاد ام النور، يعني ولاد على المحراس لا ينظر الوراء، اللي ابتدى الطريق يكمله يا اخويا، ابتدى الطريق يكمله. ايوه ابوني بس انا يلا اخويا يلا، بلا ما هيصه ارجع على ليتك وروح لأبع اعترافك وقول له على كل حاجه، تعترف بذنب يا اخويا، تعترف بذنب. يلا اخويا يلا. أغابي يا أبونا. أغابي يا أبو ربيطل. يا أبونا فلتوس، أنت كبرنا يا أبونا ولازم تروح معانا محاكمة الراهب دول. وأنا مالي يا أبو ربيطل، يقول لك داخل بالمسك والريحة من يومك للفضيحة، وبعدين أنا مش فاضي، أنا قاعد حافي بقصص الشبشب. وجودك يا أبونا هيخلي مجمع الرهبان له تقله برضه. طب انت يرضيك يا ابونا تبقى انا خطاياه ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا لما نضف القلب الاول من وسخته ابروح حاكم غيري؟ بعدين يا اخويا انا مش فاضي الكلام دوت، سيبني خليه بقى البس حاجه في رجلي. سلام يا ابونا. سلام يا اخويا، سلام. انت بروح اورشليم حتى تلبسوا قبل العالي، لا روح القدس. روح القدس لما بيشاور على حد بيملاه بالنعمه، واخد بالك؟ انجدني يا ابونا، انا عارفه انك مش هتردني، الله يرضي عليك. مالك يا اختي مالك؟ بنتي بقى لها 12 سنه تعبانه من ساعه لما اتولدت، لا بتتحرك ولا بتتكلم، احنا تعبنا لف مع الدكاتره. 12 سنه؟ لا كتير عليها صغيره. لا يا بس ما فيش
مفيش مستحيل عند ربنا. ست العذراء معاكي. نعمة ربنا يسوع المسيح اسندي. ربنا يسوع المسيح ما عندوش مستحيل. هو قام لعذر من الموت بعد ان انتم بعد 4 ايام. ربنا ما عندوش مستحيل. ربنا يبارك فيكي. يلا قوم يا اخي. يلا قوم قوم. حدش يسندها. حرك لوحدك. يلا فايز. يلا بس اخويا بس على العجل. بس العجل معدي. العجل معدي راح تنط حتى بنصيبه. بس على العجل. بس على العجل اخويا. العجل معدي. ها ولا العجل معدي راح تنط حتى. ها اوعى اوعى اخويا. ابونا فلتقوص اتفضل قدام الميكروفون. حاجه يا سيدي. طيب باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الامين. بنرحب ونشكر راعي الكنيسه قداسه البابا شنودة المعظم لم بشنودة الثالث بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. كما نجل ونشكر الانبا متاوس رئيس ديننا العامل. ونشكر الاباء الاساقفه. وبشكر ابائي واخواتي الرهبان. هيطلبوا الرب عنا ان يغفر لي خطايا الكثيره وان يعطيني توبه حقيقيه. يا ابونا فلتقص الديكسولوجيه. معلش يا سيدنا اصله مكسوف شويه. يعني مع انه كان اكتر واحد يحكي لنا عن سير القديسين. ايه ربنا يبارك. انا عموما بشكر انبا متاوس على انه استضافنا النهارده. ودايما بيحتضن ابناء الرهبان. وبشكره لانه احتضننا كلنا النهارده. زياره قداسه البابا لينا ده حدث تاريخي. مبروك 50 سنة رهبان. قول يا اخويا انت اللي ماسك دار البهايم؟ ايوه ابونا انا. وعندك بقى كام بهيمه على كده؟ 4. لا يا اخويا 5. يا اخويا 5. في 4 في الدوار والبهيمه الكبيره اللي هي مطلوعه في الدير اللي هي انا. بالبركه. عدي كويس يا اخويا. عدي كويس. اعمل لكم قهوه. شوف قهوه. اعمل لكم قهوه. عارف الفترة الأخيرة اللي كان ساكن فيها أبونا فلتقوس في الحصن؟ ربنا تمجد واداله مواهب كتيرة قوي، لكن هو رفض إنه يستخدمها. عارف ليه يا أبونا؟ ليه يا أبونا؟ لأنه خاف من الكبرياء وإنه يهلك بسبب المواهب ديت. علشان كده حط كل مشاعره ديت جواه وجري على الكنيسة وركع قدام المذبح وفضل يصلي رب المجد ويرفع ايده ويطلب منه بدموع ويقول له ارفع عني يا رب المواهب ديت. وفجأة ظهر له ملاك الرب النوراني وقال له اسمعني يا فلتقوس، ربنا لما بيدي ما بياخدش، لكن انت ليك مطلق الحرية إنك تقبل المواهب ديت أو ما تقبلهاش. لكن ربنا أراد إنه يتمجد اسمه وظهرت المواهب دي كلها على إيد أبونا فلتقوس. مبارك اسمك يا رب. يا سلام يا أبونا يا سلام. أهي الجلابية دي حلوة على قدسك، مش التانية كانت قدمت قوي يا أبونا. إيه يا أخويا بقى لي 60 سنة عريان جاي تكسيري دلوقتي؟ لا يا أبونا حللني. لا 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 ما أقصدش قدسك شيخنا وشيخ الدير كله وزورك كتروا اليومين دول، يعني شكلك من شكلنا يا ابونا. طب يا اخويا عايز ايه دلوقتي؟ قول لي بقى يا ابونا. قول لي يا ابونا ازاي الواحد يتدرج في الصلاه؟ نفسي احس بعمق حياه الصلاه يا ابونا. شوف يا اخويا عشان تصلي صلاه بجد لازم تكون انت ايه بتتامل في كل كلمه بتقولها، واخد بالك؟ ها تقعد كويس كده، ها تفرد ظهرك، ها تبص ايه على السما،
حيث عرش الله. بعدين يا أبونا، أبونا ايه يا اخويا؟ ايه؟ حلو البونة ده يا اخويا، حلو. وشغال خباز وبتاع بتاع طبيخ. طباخ. ايوه طباخ. كنت شغال قعدت سنين كنت بشغل شغل جامد. وعارف كنت كنت شغال القصر القديم. فكنت اسيب صلواتي واسيب مزاميري واسيب بطارياتي وجاري كنت اقول قاعد على الطشت كنا انا كان الانبس او فيلوس اروح عليه قاعد على الطشت يبص لي كده يقول لي اول احد يجي انت اول انت تمك دعالك يلا امك دعالك كنت اقول يا سيدنا ده واجب يعني ودي امانه هو ده اللي عايز اقوله لك يا باط الامانه في الحياه الروحيه لما تبقى امين مع ربنا رب المجد يسوع يكون ايه؟ يكون امين معاك واخد بالك ما يسيبكش. عارف ليه؟ حاسس ان قلبي يدق. سلامتك يا ابونا. سلامك يا اخويا بس يا اخويا بس ما تصورش. ايه؟ بس خد لك كلمه تنفعك. كنا بنقول ايه؟ على الامانه. الامانه في حاجات كتير يعني حياتك الروحيه قوانينك حبك لاخواتك في عملك في اخلاصك احكي لكم على حكايه حلوه خالص زمان لما كنا عيال صغيرين كنت شغال في صدناوي وفي يوم من الايام احد مش قادر يتصور زي بني ادم ضميره طبعه ويدور في مستنداته ويسرق والبني ادم هيكسب ايه لو ربح العالم كله خسر نفسه بقول لك ايه؟ لو حد سمع حاجه عن الموضوع اللي انت بتتكلم فيه ده مش هيحصل كويس. يعني ايه يا توفيق؟ يعني عايزنا اترمخ على تزوير المستندات والسرقه اللي بتحصل في الشركه دي؟ يعني لو اتكلمت في الموضوع ده تاني انا هقتلك. ده 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 استنى هنا. وانت المؤاخذه يا توفيق يعني ليك علاقه بالحكايه دي؟ رزق يا اخي وجاي انا وعيالي، هرفصه برجلي. رزق ايه؟ رزق يا بني ادم، دي سرقه. بس. ما تفضليش دماغي ما تتكلمش في الموضوع ده تاني يا هادل هتكلم وهتكلم وهعلي صوتي وهخلي اللي بيشتري يتفرج تعالى انا رايح فين انت بقى اللي مش عايز تعيش تاني انت اتجننت ولا ايه بس بسلم عليك مش كده رجع عدرا راتت من الدور الرابع جات الست العذراء وراحت شايلاني ومنزلاني على الارض بسلام لولا ان ده حصل كان زمان دلوقتي بقيت في خبر كان الشر عليك يا بونا الله يخليك مين فيكم هيعزمني على حاجه حلوه انت لا تعزمنا على حاجه حلوه يا بونا ما عنديش مانع سالتني 20 جنيه وانا اعزمكم على حاجه حلوه مش هعذر انا راجل غلبان بطل والنجم ايوه وليه وانتوا ولادي مفيش ولادي يشيلوني انا تعبان مين يستحملني مال ايه؟ طالع خلاص. الصلاة والتسبيح هما مفتاح كل باب مقفول وراح كل تعبان.
كلامك تمام يا ابونا وزين. ايوه كلام جبار، بس ركع اللي يسمع ومن له اذنان للسمع فالايه؟ فليسمع. فليسمع وينفذ. ها؟ وانت عاملين ايه؟ نشكر ربنا يا ابونا. طيب شغلكم ماشي ازاي؟ عادي عادي. طيب عادي عادي. ويلا بقى يلا 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 يا العشور ادوا حق ربنا. يلا في حجري هنا، حط في حجري واتكل على الله. يلا طلع في جيبك كله. ها يلا 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 يا اخويا يلا يا اخويا يلا يا اخويا يلا حط ورانا عند كتاب. يلا يا اخويا يلا يلا. ها تقلبنا فعلا الديزة. خد يا اخويا خد، تعال في جيوبك على ايه؟ تعال يا اخويا تعال تعال خد خد. اخد ايه يا ابونا؟ تاخد ايه؟ تاخد فلوس يا اخويا. هتاخد ايه؟ لا يا ابونا دي فلوس اخواتي. لا مش فلوس اخواتك، اخواتك بدهم لك وانا بدهم لك. امسك امسك، هم معاهم فلوس كتير، انما انت غلبان، انت غلبان يا اخويا غلبان. شكرين يا ابونا. ما تعيطش يا حبيبي ما تعيطش، عياطش يا اخويا، ربنا يكون معاك ويحفظك لحد ابدا ويبارك فيك ويرعاك. بس خلاص ما تعيطش، عيطش يا اخويا تعيطش. قفلت اوزي الوقت هيزعل، ليه اللي قال محدش يجي متاخر؟ طب اعمل ايه؟ انا اديله الزياره واخد البركه وامشي. احنا رهبان يا اخويا، ورانا صلاه وتسبيح وشغل، مش فاضي كلام فرده. تعالى شكر تاني. انا جايب لك الزياره يا ابونا. زياره ايه دي؟ الكليم. كليم ايه يا اخويا؟ كليم ايه؟ انا الاقي جوه مليانه فيها خير ربنا كتير، مش محتاج كلام فرده. اقول لك روح اديها لابونا متى، هو راجل كبير ويحتاج يقعد على كليم دوت. طب مش عايز حاجه الزياره الجايه؟ هو ده كلام، عايز حاجه ده كلام، مش تقول لي مش عارف ايه. روح هات لي 12 جرش شربات، بس يكون شربات بيضة. ها بيضة؟ ماشي. الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه، بس أنا شايف إن الحالة ميؤوس منها، وجودها في العناية المركزة مش أكتر من إجراء روتيني. ربنا معاك. ألو؟ ألو؟ أيوة حبيبي، إزيك؟ طمني. أنا أمي بتموت يا أبونا. بتموت وأنا مش عارف أعمل لها حاجة. احنا برضو لينا رجاء في المسيح. عايزك تكلم ابونا فلتقوس وتطلب منه عشان يصلي له. تعبناك بقى يا دكتور وغرمناك في موضوع تعب السنه ده، معلش يا اخويا ربنا يعوضها. تعبك راح يا ابونا، وبعدين ده كله من خيرك، ولا انت مش عايزنا نجري ناخد البركه منك ولا ايه؟ لا يا اخويا، تاخد البركه وتاخد كمان فنجان قهوه معتبر بني جاي لي من اسكندريه، بس هيعجبك قوي. الله الله، هي دي البركه صحيح يا ابونا. قول لي يا ابونا، انا كنت عايز اسال قدسك على السواح. استنى يا اخويا، احنا مش لوحدينا يا اخويا، خايف ليه يا اخويا؟ ما تخافش يا اخويا، ما تخافش، احنا مش لوحدينا، رايح فين اهو، ما تخافش يا اخويا، يا عم مش لوحدينا. بص يا اخويا، 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 بص يا اخ
شكري يا سيدنا شكري. ايه مالك يا اخويا قاعد مبلم ليه اهو كده؟ البير بيخرج طفله يا ابونا، وده فال وحش. لا بتخرج طفله ازاي؟ معلش معلش ارشم عليها الصليب وهي تبقى حلوه. يلا حاضر يا ابونا. يلا يا اخويا شغل يا عم جبره تاني. حاضر ايوه شغل يا عم جبره. اقعد فينا في البركه. يلا يلا يا اخويا المايه بقت نظيفه فعلا يا ابونا، المية خرجت من غير طفلة فعلا. الحمد لله. اه وليه انت ايه ده كلها بركة يا ابونا، ايه كلها ربنا ينفعنا بصلاتك. ربنا حنين. ليه يا اخويا كده بتعيط؟ بتعيط ليه يا اخويا؟ مالك؟ لا لا يا ابونا مفيش حاجه. ازاي يعني مفيش حاجه؟ انت عينك مليانه دموع. فضفض يا اخويا فضفض. امي تعبانه قوي يا ابونا، محتاجه تعمل عمليه صعبه قوي، والواحد كيف ما تخابر على قد الحال يعني. طب يا اخويا وانت ابوك فين امال؟ تعيش انت يا ابونا. طب يا حبيبي البركه فيه، البركه فيك، ربنا يبارك فيك ويعوضها بيك. خد امسك، خد دي فلوس تعملها بيها العمليه، وخد دي كمان ازازه الزيت دي تدهن مره الصبح ومره بالليل، هتطيب وتبقى كويسه. ما تخافش يا اخويا ما تخافش، ربنا حنين. من يصلي مؤمنا في ما تقلقش مش ماما، مامتك مش هنا. مش هنا يعني ايه؟ اطمن ما تخافش، دي فقت وبقت زي الفل. انت بتتكلمي جد؟ صدقني من ساعه ما جه ابونا زارها وبقت زي الفل، ده احنا حتى خرجنا من العنايه. ابونا؟ اسمه ايه؟ بصراحه اتكسفت اساله، بس هو شكله طيب كده ومريح قوي. طب لو شفتي صورته ممكن تعرفيه؟ طبعا. مين في دول؟ هو ده ابونا فلتاوس. امال فين ابونا فلتاوس؟ انا احنا دلوقتي هنلبس ابونا فلتاوس الاسكين. خلي برانا ما فيه امين.
آمين آمين. الله يبارك الله يبارك الله يبارك فيك يا سيدي. بالراحه يا ابونا، على سيدنا بالراحه بالراحه. حبيبي عشره زمان، عشره عمر يا سيدي. عشره 50 سنه. 55 سنه يا سيدي، 55 يا سيدي. بالنسبه لك انت 50 55 سنه، بالنسبه لي انا اعرفك من 50 سنه. حللني يا سيدي بقى، حللني عشان انا خطايا كتير، عشان ربنا يغفرها لي. بس ما تزودهمش. حاضر يا سيدي، احاول ابقى كويس، احاول. الانبا بلتاوس عارف عني كل حاجه، انا كشفت كل حاجه، عارف كل حاجه. نعم يا سيدي. ابونا فلتاوس كان دايما متعود انه يحكي لنا سير القديسين. قبل مقدستك تيجي كان بيحكي لنا حكايه منه. صحيح؟ ايوه. كانت كويسة؟ كان جبار يا سيدي. شوفوا، عايز أقول لكم على حاجة. أنا فرحان إن أبونا فلتاؤوس أول راهب غير رؤساء الأديرة يلبس هذا الأسكين. دي حاجة عظيمة يا سيدي، ده شرف كبير، إحنا ما نستحقوش. مجبر. يا أبونا أنت شكلك تعبان قوي. انا بيت مع قدسك النهارده احسن يا اخوي. انا تعبان ولا حاجه، انا صحتي زي البوم يا ابونا. عشان خاطري سيبنا بيت معاك النهارده. اسمع الكلام، ما تتعبش قلب يا ابونا، يمكن تحتاج اي حاجه. لا يا اخوي، لا مش هحتاج حاجه. كل واحد وبياخد وقته لرسالة. أول ما الرسالة دي بتخلص بيسيب العالم ويمشي. يلا اطفي النور وروح انت على قليتك. يلا أخوي. حاضر يا ابن. اخويا ايوه، سمع كلامك يا اخويا، سمع كلامك. الحمام الحسن يا اخويا نظرت لدموعك وتعبك وصلواتك من اجلي واستجابت يا اخويا. المجد ليك يا حضر يا امي. جاتني امبارح يا اخويا، كانت واقفه هنا وفرق جناحاتها كده، فضلت فرق جناحاتها ساعه بحالها لغايه ما بقيت كويس زي ما انت شايف كده يا اخويا.
خش اقول لك شايف بطيخ ساعه من جوه. في يوم كنت متهلل بالروح كده وصلي مزاميري وعامل بطنياتي ووقفت قدام رب المجد وطلبت منه ان اشوف مكاني في السماء بعد انتقالي، فلقيته مكان صغير قوي فزعلت، قلت له يعني بعد الجهاد ده كله حللنا يا ابونا. قال لي ان الكلام اللي انت بتقوله ده كل ما لا يتقال كل ما تاخد ايه ولا يتصدق. واخد بالك؟ هي هو الموضوع كده يا باط. جهاد كله ايه؟ جهاد روحي. كان في واحد من لباس واحد كان كهنه، كان عمره اكثر من 130 سنه، كان لما يجي يصلي صحيح انت قامه كبيره في اثنين ملائكه، واحد على يمينه بس مش للدرجه دي. يلا يا اخويا يلا يا اخويا، ما تركبناش ربع يا اخويا، دي فلوسها تمام ما ترجعش. يلا على اذنك على اذنك، احنا رهبان مش فاضيين الكلام ده يا اخويا. يلا بقى يلا يا اخويا. بس دي حبك ايه ده؟ يكفي بقى في وشي. انا بقول له خد فلوس وانا بقول له هات فلوس، عامل فيهم ايه دول؟ مالك يا حبيبي؟ انا متضايق بصراحه، ابونا قفل في وشي الباب ده، انا بقول له خد الفلوس. ابونا فلتاوس طيب خالص وبيحب كل الناس وهو دايما بيحب يساعده. تعال تعال احكي لي مالك، في ايه؟ ايه اللي مضايقك؟ انا كنت جاي ادي الفلوس لابونا، يعني الفلوس دي كان مديها لي عشان عمليه امي يعني. هو بعدين يا دوبك بقول له امسك الفلوس يا ابونا، قاعد يزعق امشي يا اخويا امشي يا اخويا، ده قفل الباب في وشي. حد قال لك انه بيسلفك فلوس؟ دي فلوس ابونا وانت اخونا يا حبيبي، ابونا مش عايز منك الفلوس دي. ايوه يا ابونا، بس انا امي خفت خلاص، كنت بدهن لها صبح وليل من الزيت اللي ابونا اداهولي. يا دوبك رحنا نعمل التحاليل، الدكتور قال لنا دي راجت وبقي تعال. مجد الاسم حبيبي يسوع، خد الفلوس دي بركه من ابونا. ايوه يا ابونا بس بالكتير قوي يعني. ما بسش ولا حاجه، اعمل زي ما قال لك يا حبيبي. ماشي يا ابونا، بس هو ابونا فلتاوس بيتعصب كده على اي حد بيراجع حاجه؟ ابونا فلتاوس طيب خالص. شوف يا اخويا بقى، انا ابونا فلتاوس عازمك على حاجه ساعه دلوقتي يا ابونا. اطلع بسرعه ابونا فلتاوس. ايه يا اخويا؟ انزل لك انا ولا ايه يا ابونا؟ اطلع يلا بقى يا ابونا. يلا يلا ابونا عايز اقول لك على حاجه يا ابونا. يلا يا ابونا. لفيت كتير يا ابونا، من الاخر فيروس يخلص على الكبد. يا اخويا مش فاهم حاجه من الكلام دوت. ما تقلقش يا اخويا ما تقلقش، ما فيش حاجه مستحيله عند ربنا، هتطيب وتبقى عيل، وبعدين انت قدام ربنا يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح عمره ابدا ما ينسى او يتناسى اولاده، واخد بالك؟ ما تقلقش، نعمة ربنا سنداك، محبة ربنا يسوع المسيح مأزراك، والروح القدس حالل بداخلك يقويك ويسندك ويباركك وينفعنا بصلاتك. شايف الكلام؟ كلام حلو. حبيت يا ابونا. ايه؟ عجبتكم؟ كويس شوية اللي عملتهم دول، بعرف اخوف يعني؟ ايه تحبوا ايه؟ ايه يا ابونا؟ حاجة ساعة يا اخويا حاجة ساعة.
اهلا يا حبيبي. ايه يا حبيبي؟ ليه وشك كده مخطوف؟ تعبان يا ابويا، ربيتك تعبان وشغل ما بيرحمش. ايه يا حبيبي عندك ايه؟ عند البواسير ولازم انزل اتعالج. طيب وماله يا حبيبي؟ ربنا يشفيك. الحقني يا ابونا. خير يا ابويا؟ ابونا فلتاوس تعبان خالص ومحتاجين عربيه تنزله مصر. طمني يا دكتور. مخبيش عليك، حالة ابونا فلتاوس مش مطمئنة. على العموم احنا هنحتاج شوية تحاليل وبعدين نقرر هنعمل ايه. لحد دلوقتي الحالة مستقرة. بس يا دكتور ده ما بيفوق. ما تنساش ابونا فلتاوس عنده سكر وضغط عالي ووظائف الكلى كلها ملخبطة. ده غير ان احنا لسه قايمين من الجلطة. يعني الغيبوبة المؤقتة دي او النوم دي حالة عادية خالص، خصوصا في السن ده. على العموم ابونا هيفضل قاعد معانا في الأوضة دي تحت الملاحظة. وانت يا ابونا بقى تريح نفسك. انت بقالك ليلة ما نمتش. أنا مش زي بس يا دكتور وأسيبه. طيب ربنا يقويك. شكرا يا دكتور. تعبتك معايا، ما تخافش عليا، بقيت كويس. عارف اكثر حاجه تعبانه يا اخويا هي بعد عن قليتي. نعم يا اخويا نعم. ربنا يديك راحة البيت ويريح قلبك.
الو اي ابونا ابونا فلتقوس هنا في المستشفى معايا يعني ايه متاكد اهو قدامي اهو يا ابونا امبارح عند الجلايه سلام صباح الخير صباح النور يا دكتور فين الكانيولا ركبتها امبارح يا دكتور كانيولا فين يا ابونا احنا كانت موجوده امبارح يا دكتور بس مش عارف راحت فين معقوله ابونا فلتقوس ابونا ايه يا اخويا فين الكانيولا يا ابونا ايه كانيولا يا ابونا عصفوره كليتها اخبار ابونا فلتقوس ايه اشكر ربنا يا سيدي سلمتك ابونا فلتقوس الله يسلمك يا سيدنا انا بقيت خفيت لما شفت قداستك والله رأيت لي كده ابونا فلتقوس قوم اتحرك بدل عليك عشان اعرف غلاوتي عندك بس الدكتور طمنك اهو نشكر رب المجد يسوع ايوه قال لك ايه قال لي انا اقدر ارجع ديري واروح قليتي مش كده مش كده دكتور ترجع ديرك وتنور ديرك ابونا فلتقوس انت تاخد بالك بس من صحتك كده وترتاح شويه ما تخافش عليا يا سيدنا ما تخافش عليا ده بس قدرتك صلي لي وانا هقوم زي الرهوان نحن عايشين بصلواتك وتوجيهاتك وحكمتك ورعايتك ربنا يكون معاك ربنا يكرمك ايه ده؟ ايه المكان ده؟ ست العدلة انا عايز افضل معاكي في المكان ده لا مش دلوقتي يا بابا لا ليه؟ ما ابونا فلتقوس معاكي اهو ما هو قاعد معاكي هنا مع انه قاعد معانا في الارض ايوه معانا بس هو جاي هنا بعد ثلاث ايام يلا يا ابونا قول التصبيح يلا ابونا اقول ايه يلا تصبح للعذر ايوه سبابي يا حبي حبيك يا فخر الروتا موسى راكي مريم المخلص ايوه العذراء مريم حبيبتك يا ابونا ايوه ابونا ابويا ابونا Thank you.
أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أرنم لإسمك أيها العلي. ليك المجد يا رب. Yeah.
واقول لك هات عشان اديك وما كنتش بحب المال ولا بكنز ولا مديك عشان كنز في سما متشال في حتة أملنا فيها لصوص ولا يوصلش ليها السوس على عسل الحياة دي عشان شبعاً قدرت أدوس يقول لي طوبك وأكسيوس